كيف تقرأ ما جرى يوم أمس من استهداف إسرائيل على هذه المواقع بمدينة مصيف السورية؟ بالفعل مركز البحوث العلمية التابع للجيش، جيش النظام السوري، هو لم يستهدف هذه، يعني ليست هذه المرة الأولى التي تستهدفه إسرائيل. وبالفعل تشير التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية أن مركز البحوث في وسط سوريا في مصياف الذي يدعى بمركز سارس هو تستخدمه طهران لتطوير صناعاتها الدفاعية داخل الأراضي السورية كإنتاج الصواريخ الدقيقة والموجهة، وبالإضافة إلى الصواريخ البالستية، ويعني زيادة ترسانة الأسلحة المحرمة دوليا منها الأسلحة الكيماوية. دعيني أشير أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أهدافا إيرانية داخل سوريا ليست جديدة، بدأت في العام 2013 ولكن مرت بثلاث مراحل. هذه الضربات تسميها إسرائيل اسما تقنيا تحت مسمى المعركة بين حروب، بدأت بعام 2013. المرحلة الثانية من هذه المعركة كانت في عام 2018 عندما نسق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع بوتين على يعني إنشاء خط تنسيق ساخن تتعهد بموجبه موسكو بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الإسرائيلية وكف يد إيران من التغلغل في سوريا. ولكن منذ حرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر اتخذت الضربات الإسرائيلية داخل سوريا نهجا مختلفا. يبدو أن غاب التنسيق الروسي الإسرائيلي، لذلك نرى زخما وتكرارا في الضربات. حسب ما قدمته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بلغ عدد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا نحو 180 غارة في أقل من 11 شهرا، أي بمعدل كل يومين أقل من يومين هناك غارة. نعم، هي هذه يعني حسب ما تقول المصادر السورية بالفعل هذه الغارات الطيران الإسرائيلي هو الأعنف منذ سنوات. يعني تصريحات لوكالات أيضا أفادت بأن المكان المستهدف هو مركز أبحاث يضم خبراء إيرانيين، يعني لكن البعض يقول أنه يعمل منذ سنوات تحت حماية الحرس الثوري الإيراني وأيضا لتطوير أسلحة يعني لدمار شامل أو لصواريخ قصيرة المدى. ما صحت هذه المعلومات التي بالفعل تفيد؟ هل هناك هذا المكان المستهدف هو لأبحاث أم لتطوير أسلحة نووية أو كيميائية؟ لا شك أن التغلغل الإيراني وانتشار القواعد الإيرانية داخل سوريا بات يعني موضوعا معروفا للجميع. بالفعل إيران تحاول قدر الإمكان، هي كانت تستخدم الأراضي السورية كممر وكريدور لإيصال الأسلحة من طهران إلى جنوب لبنان عبر العراق وسوريا، ولكن هذا الممر لطالما كان تحت دائرة الاستهداف في الضربات الأمريكية والضربات الإسرائيلية. لذلك تحاول إيران استغلال هذا الفراغ والفوضى داخل سوريا وتغلغلها وسيطرتها على المشهد بأن تنشئ يعني مراكز تصنيع وخاصة دفاعية وأسلحة استراتيجية داخل أراضي سوريا، توفر عليها عناء نقلها من إيران، بالإضافة إلى أنها تبعد عنها المسؤولية، وخاصة أن هذه الأسلحة أيضا تدخل بأنها يعني نوع من الأسلحة المحرمة دوليا كالأسلحة الكيماوية وبالأخص غاز السارين. تحاول قدر الإمكان يعني تعبئة أو ترسانتها العسكرية داخل سوريا. لذلك تشير معظم التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية بأن إيران يعني استخدمت هذا الموقع وخاصة في مصياف لإنشاء الصواريخ الدفاعية التقليدية كما قلنا الصواريخ الدقيقة، وبالإضافة إلى إنتاج الأسلحة الكيماوية.